سادتي انسات سادتي اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم عبر قناه النادي الاهلي، حيث يسعدني ان اكون معكم معلقكم الرياضي ايهاب رجب لنقل اللقاء الثاني في دور قبل النهائي او الكوارتر فاينل او السيمي فاينل عفوا، اللقاء الذي يجمع ما بين النادي الاهلي في مواجهه رجاء اغادير المغربي، لقاء مكرر في هذه البطوله، بطوله كاس الكؤوس الافريقيه رقم 39 لكره اليد للرجال اللي بيؤدي فيها النادي الاهلي هذا اللقاء، بعد ما واجه ايضا رجاء اغادير المغربي في دور المجموعات، حيث التقى النادي الاهلي في دور المجموعات وكان رجاء اغادير مع النادي الاهلي ضمن المجموعة الثانية، واستطاع النادي الأهلي أنه يحسم اللقاء لصالحه بنتيجة 40-16 بفارق 24 هدف. يمكن الحقيقة فارق السكور ده مش عايزينه يدي النية لفرقة الأهلي عشان تؤدي بنوع من الاسترخاء، وده اللي وضحه مستر ديفيد ديفيز المدير الفني للنادي الاهلي اللي بينزل اهو نجومه قدام حضراتكم، اسلام حسن كابتانه وقائد الفريق، محسن رمضان رمضانة، مصطفى خليل 7، شهاب عبد الله 8، عبد الرحمن فيصل 10، و عزيزو عبد العزيز ايهاب 11، عبد الرحمن طه حائط الصد المنيع اللي تألق منذ انطلاق كأس السوبر الإفريقي واستكمل مستواه العالي في هذه البطولة، وأيضا أحمد خيري 17، وعمر سامي 19، وأحمد وليد 22، والصخرة الدفاعية ذا روك إبراهيم المصري 24، ومهاب سعيد قاذفة أهداف النادي الأهلي 48، وياسر سيف الدائرة الذي لا يكل أو يمل في الدفاع أو الهجوم، وأيضا سيسا بانطلاقاته اللذيذة، ومصطفى عبد الرحمن حارس المرمى رقم 74 اللي ما بيشاركش في هذا اللقاء، يمكن أحمد وليد هو اللي بيشارك بدلا من مصطفى عبد الرحمن، وأحمد عادل رقم 80 لاعب الدائرة الذي لا يجد له الحلول مدافعي الفرق المنافسة، وعمر خالد كاستيلو الجناح الطائر وسبيشاليست الرميات الجزائية في النادي الأهلي، جهاز الفني للنادي الأهلي ديفيد ديفيز ومحمد إبراهيم وباقي طاقم الجهاز الفني ولوزرت فينيو مدرب حراس المرمى، وعمرو محمد طبيب الفريق، وأسامة محمد إداري الفريق. أما فريق رجاء أغادير مشاهدينا الأعزاء، 1 سمات هشام، 5 مروان بوخمسة، 8 أنس بنهاني، 9 توبي جبنجا محترف، 15 إسماعيل بن محمد، 19 رضوان برموت، 22 حمزة بازي، 99 جمال أوالي، 25 إلياس العابد، 66 أشرف العديشي، 77 أيوب بركان، 89 ياسين بلهو، 92 حسن الكشريدي، 94 أنس لعوف، 95 حمزة منان، 97 سعيد ملكي. جهاز فني مكون من مصطفى مزار وهشام خفافي ونور الدين إخزازني وأوالي فاضل. طاقم التحكيم لقاء اليوم مشاهدينا الأعزاء يتكون من الحكمين الجزائريين سيدي علي حميدي ويوسف بالخيري، مراقب المباراة من كوت ديفوار كوليبالي نانجا. لحظات قليلة مشاهدينا الكرام وهنبدأ اللقاء على بركة الله، وزي ما سمعنا من زملائنا والزميل هيثم السعيد في الاستوديو التحليلي وضيوف الكرام الكابتن ياسر صلاح والكابتن ابراهيم السيد، ان اللقاء اليوم بياخد طابع لا يقبل القسم على اثنين، لقاء to be or not to be، لقاء يدخله النادي الاهلي وله الغلبه والتفوق والتقدم
والكلمة العليا في هذه البطولة منذ انطلاقها وحتى الآن، ولقاء يدخله رجاء أغادير بأمل وحلم ولما لا بالفوز على النادي الأهلي والوصول إلى المباراة النهائية. الصور التذكارية النادي الأهلي بزيه الاحتياطي أو البديل، التيشيرت الأزرق والشورت الأسود والشراب الأسود، أما الشراب الأبيض، أما رجاء غدير فبالطقم الأبيض بالكامل. رجاء غدير مشاهدينا الأعزاء تقابل مع مشواره في الدور الأول، تقابل مع سبورتنج السكندري وانهزم بنتيجة 33-25، وتقابل مع الأهلي المصري وانهزم 40-16، وتقابل مع كيركوس الأثيوبي 36-19 لصالح رجاء أغادير، وفي ربع النهائي أو الكوارتر فاينل استطاع أنه يفوز على وداد سمارة 30-27، ومن خلال هذا اللقاء وصل إلى لقاء قبل النهائي السيمي فاينل لمواجهة النادي الأهلي اللي في مجموعاته لعب ثلاث مباريات في دور المجموعات، فاز على كيركوس الأثيوبي 59-8، وفاز على رجاء أغادير 40-16، وفاز على سبورتينج المصري 32-28، وفي ربع النهائي واجه الجي اس كي أو شبيبة كينشاسا الكنغولي وفاز 45-23 ليصل إلى الدور قبل النهائي. علي زين نجم دينامو بوخارست واللاعب ابن النادي الأهلي البار اللي استعاره النادي الأهلي في هذه البطولة وفي كأس السوبر الأفريقي، ولكن الإصابة حرمته وحرمتنا منه وحرمت جمهور الأهلي منه نتيجة إصابته في لقاء السوبر الأفريقي اللي بنتمنى له ألف سلامة مشاهدينا وأعزائنا جمهور النادي الأهلي في كل مكان. انطلق اللقاء منذ لحظات مشاهدينا الكرام، عبد الرحمن طه في حراسة المرمى وزيزو في الجناح الشمال، وعلى يمينه إسلام حسن رقم 2 الدفاعي، وياسر سيف وعبد الرحمن فيصل في مركز الثلاثات، مهاب سعيد في مركز 2 من جهة اليمين، وعمر خالد كاستيلو، وادي إسلام حسن بيقطع أول هجمة مغربية بيلعبها الفيصل لمهاب، ومن مهاب لياسر سيف، ومعاها أولى التصويبات وأولى التسديدات وأولى أهداف النادي الأهلي وأولى أهداف اللقاء في الدقيقة الأولى من زمن الشوط الأول. وآدي بيبا هم خرجنا وإعادتنا السريعة لحظة بلحظة وكورة بكورة وتفصيلة بتفصيلة بنتابعها مع حضراتكم عبر قناتكم المفضلة دائما والحصريا قناة النادي الأهلي اللي بتنقل لكم لقاءات النادي الأهلي حصريا في هذه البطولة. تاني رجاء غدير بيلعب توبي في الباك ليفت رقم 9، وفي منتصف الملعب 92 حسن كشريدي، وادي توبي بيطلع ارتقاء وينزل بدريبلاية ويشوط، لكن عبد الرحمن طه بقى حافظ وفاتح الكتاب، واسلام حسن بيروح ويصوب ويتصدى لها 99. جمال حارس المرمى، جمال قوالي حارس مرمى رجاء أغادير بيرد على عبد الرحمن طه في التصديات ويتصدى لأولى تصويبات إسلام حسن من هجمة مرتدة سريعة لصالح النادي الأهلي. آدي توبي في الباك رايت 92، كشريدي في نص الملعب 95، حمزة منان في الباك ليفت، و89 ياسين بالهو في الجناح الشمال، وفي الجناح اليمين رقم 19 رضوان برعوت الوينج رايت اهو قدام حضراتكم اللي قطع وخرج من مركزه في الجناح اليمين ونزل على الدايره، لكن الدفاعات الاهلاويه قافله تماما، وبيقطع اهو رضوان تاني ويسيب الكوره للباك الشمال ويصوب، لكن طه بكل اجاده وكل تفوق اسلام حسن بيروح وعلى الدايره لياسر سيف وتصويبه، لكن دفاع من داخل السته متر ورميه جزائيه. كابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي والداعم الأول والأكبر لفريق كرة اليد بالنادي الأهلي
في منذ توليه المنصب، وادي كاستيلو متخصص الرميات الجزائيه زي ما بقول لحضراتكم، عمر خالد سبيشاليست الرميات الجزائيه في النادي الاهلي، بيحرز تاني اهداف النادي الاهلي، وده كان جانب اللي الكاميرا جابته حضراتكم للمقصوره الرئيسيه بصاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره اللي بتحتضن فعاليات كاس السوبر الافريقي وايضا كاس الكؤوس الافريقيه للسيدات والرجال. تاني كشريدي يمرر الى 15 اسماعيل بن محمد، وتوصل الكره لتوبي ويصوب على شمال عبد الرحمن طه، ومعاها اولى اهداف رجاء اغادير اهو عكس مركزه وراح ما بين 2 و3 الدفاعيه وصوب واحرز ورد عليه النادي الاهلي عن طريق عبد الرحمن فيصل بتصويبه قويه يحرز بيها الهدف الثالث اللي ما شفناهوش لاعاده هدف رجاء غدير مشاهدينا الاعزاء. 3 النادي الاهلي 1 رجاء غدير. بنلعب في الدقيقه 5 من زمن واحداث الشوط الاول مشاهدينا الكرام. وادي كاستيلو بيلعب بريس على الجناح الشمال، خلوش يستلم ويقطع وكره عرضيه تقع، لكن حاول مهاب حائط صد بلوك كده من دفاعات النادي الاهلي لمها طه ويلعبها الى عمر خالد. ادي نجومنا واجيال الغد ان شاء الله اللي دايما بيتابعوا لقاءات النادي الاهلي من داخل مقر الصاله المغطاه بمقر النادي الاهلي لمؤازره الفريق. اهي يمكن الكاميرا على طول مخرجنا بيبو جايب لنا براعم اليوم اللي هم بمشيئه الرحمن هيكونوا نجوم الغد زي ما شفنا كل لاعبتنا اللي هم موجودين دلوقتي يمكن وصلوا الى حد الفريق الاول في صفوف النادي الاهلي، وهم اساسهم وبدايتهم كانوا زي ولادنا وبناتنا اللي كانوا موجودين في المدرجات وجات الكاميرا عليهم وشفناهم بيتابعوا بيأزروا فرقتهم. تاني تغيير وتقاطعات للخط الخلفي وحاول التمرير كوره على الدايره، لكن عبد الرحمن فيصل قطعها، وادي اشاره من طاقم التحكيم ان الكره جت في فخده مش في رجله، وفعلا حاول تاني يعمل تمريره من بين الاقدام عبد الرحمن فيصل، لكن ياسر سيف قطعها ولعبها على طول سريعه الى زيزو الجناح المنطلق عبد العزيز ايهاب ويستلم الفاست بريك ويحرز بيها الهدف الخامس لصالح النادي الاهلي. 5 الاهلي 1 رجاء اغادير. وزي ما سمعنا في الاستوديو التحليلي من زملائنا الكابتن طبعا ابراهيم السيد احد نجوم النادي الاهلي و منتخب مصر في الأجيال السابقة، إن مش عايزين ندي مجال للتهاون في هذا اللقاء منذ بدايته عشان ما نديش لا أمل ولا حلم لرجاء غدير، وده اللي بيعمله الدفاعات الأهلاوية. وآدي زيزو بيلعب الكورة الفاست بريك اللي راح بيها لكاستيلو اللي أحرز هدف في كل المهارات الهجومية، هدف باك هاند كده استلم كورته وكان في إعاقة من دفاع رجاء غدير عن طريق اللاعب رقم 15 إسماعيل بن محمد اللي حصل على الإيقاف الدقيقتين. وبالرغم من أن عمر خالد أحرز الهدف مشاهدينا الأعزاء إلا أن احتسبت رمية جزائية وإيقاف دقيقتين، ومعاها كاستيلو بيحرز وبيقول لجمال أولي عايز الكورة فين، وبالفعل بيحطها له في المقص في الزاوية 90 على شماله عشان يحرز 7 أهداف النادي الأهلي ويزيد من آلام وأوجاع رجاء أغادير المغربي ويزيد من إجهاض حلم رجاء أغادير بالوصول إلى المباراة النهائية. تاني تمريرات عرضية ومحاولة للتغيير المراكز كده وتقاطعات، ونزل 77 حاول يمرر كورة أيوب بركان، حاول يمرر كورة
على الدايره، لكن قطعها الدفاع الاهلاوي ووصلت الى زيزو اللي وسع لنفسه وحاول يرجع برست ايده ويحط الكوره في الزاويه الضيقه، لكن لسوء حظه ترتطم بالتقاء العارضه مع القائم كده على يمين جمال اوالي حارس المرمى، وتبقى رميه مرمى لصالح رجاء اغادير. نزل دلوقتي مروان بخمسه في نص الملعب، وعلى يمينه جه ايوب بركان، وعلى الدايره 19 رضوان برعوت، وفي الباك الشمال وبينجح هنا 77 ايوب بركان في احراز تاني اهداف رجاء اغادير، الهدف على شمال عبد الرحمن طه. زي ما سمعنا برضو مشاهدينا الاعزاء ان نادي الزمالك فاز في اللقاء الاول للدور قبل النهائي السيمي فاينل اللي كان بيجمعه في مواجهه سبورتنج السكندري المصري، واستطاع نادي الزمالك انه يحسم اللقاء لصالحه بنتيجه بفارق هدف واحد، ومباراه كانت قويه ومثيره، واستطاع في الاخر نادي الزمالك انه يحسمها لصالحه بنتيجه 25-24 لصالح نادي الزمالك، و24 لصالح 25 الزمالك 24 لصالح سبورتنج السكندري، وينتقل الزمالك الى المباراه النهائيه في انتظار الفائز من هذا اللقاء اللي ان شاء الله هيكون النادي الاهلي اللي بنتمنى له التوفيق في هذا اللقاء. وادي فيصل بيستلم كوره من مهاب ويعدي ويخش ويصوب، لكن دفاع من داخل الستة متر على رقم خمسة مروان بخمسة، على 77 ايوب بركان، وتطلع تصويبة فيصل بره الثلاث خشبات، لكن الرمية الجزائية وصافرة طاقم التحكيم الجزائري. السبيشاليست بيسجل على الشمال حارس المرمى، وادي براعمنا ونجومنا في المدرجات. الحقيقة نتمنى ان مباراة الغد تكون مليئة، الصالة ممتلئة عن آخرها بجمهور النادي الأهلي لمؤازرته في اللقاء اللي إن شاء الله بعد نهاية لقاء اليوم وصعود النادي الأهلي إلى المباراة النهائية هيواجه الغريم التقليدي والمنافس الذي استطاع النادي الأهلي إن هو ياخد منه هذا الموسم لوحده ثلاث بطولات حتى الآن، الدوري المحلي وكأس مصر. وادي فاست بريك من طه الكاستيلو يحرز بيها كاستيلو الهدف الثامن، مع نظرات متابعة وترقب من علي زين لأحداث هذا اللقاء مشاهدينا الكرام. زي ما بقول لحضراتكم ان النادي الأهلي استطاع ان يحصل على الدوري المحلي من نادي الزمالك، وايضا كأس مصر بعد ما فاز على نادي الزمالك في الدور قبل النهائي وواجه سبورتنج السكندري في النهائي واستطاع انه يفوز بعد ما خرج الزمالك من قبل النهائي الدور قبل النهائي في كأس مصر، وايضا كأس السوبر الافريقي اللي لعب النهائي بتاعه النادي الاهلي مع نادي الزمالك، واستطاع نجوم ورجال القلعه الحمراء ان هم يحسموا البطوله لصالحهم ويتأهلوا للسوبر جلوب، وهتبقى دي رابع مواجهة أو بطولة إن شاء الله يقدر رجال ونسور النادي الأهلي والقلعة الحمراء إن يحسموها لصالحهم عشان يبقوا حققوا الرباعية في هذا الموسم إن شاء الله. مرة أخرى ياسر سيف بعد إحرازه الهدف التاسع يروح رجاء أغادير ويحاول يخترق بين واحد واثنين في الدفاعات الأهلوية، لكن بره الملعب إسلام حسن يلعب الكرة في الجناح لكاستيلو ويخش كاستيلو حاول يعملها لوب من فوق جمال أوالي حارس المرمى، لكن جمال استعان بطوله، وآدي بنك احتياطي بقى ودكة بدلاء النادي الأهلي جاهزين عشان الروتيشن اللي بيعمله مستر ديفيد ديفيز، عارفين ان هو بيعتمد على سياسة التدوير والروتيشن ما بين كل اوراقه اللي في قائمة الفريق عشان ما يوصلش
الإجهاد والإرهاق للاعبيه، وخصوصا ان بينتظروا بكره ان شاء الله مباراة قوية تحتاج الى كل رجالة وعناصر النادي الأهلي. وادي دفاع قوي على ياسر سيف من اللاعب رقم 5 مروان بخمسة، شايف اسلام حسن مرر الكورة لكن مروان وتحويط واعاقة، ومعاه برضو 77 ايوب بركان، وفعلا ايقاف دقيقتين على مروان مدافع رجاء اغادير المغربي. هنشوف بقى النادي الاهلي واستعماله للزيادة العددية اللي في صفوفه في الحالة الهجومية، واستغلال النقص العددي اللي في صفوف الدفاعات المغربية، ده اللي هنشوفه هيعمل فيها ايه مستر ديفيد ديفيد. فيصل لمهاب لإسلام، وتصويبة من إسلام لكن تصدي من أوالي جمال. استغل النادي الأهلي زي ما كنت لسه بقول لحضراتكم النقص العددي وتقاطع الخط الخلفي مع تحرك ياسر سيف وحجزه للمدافع رقم 3 وفتح المساحة لإسلام، لكن إسلام اخترق وتوغل وصوب لكن تصدى لها أوالي حارس مرمى رجاء أغادير. طلع جمال أوالي حارس المرمى ونزل لاعب دلوقتي عشان يكمل صفوفه الهجومية، وبيبقى بيهاجم كامل العدد 6 لاعبين، لكن المرمى خالي والخطأ دائما بنقول هيكون غالي في حالة المرمى الخالي. وادي كورة توصل على الدايرة يسجل منها حمزة منان رقم 95. إسلام حسن لمهاب تقع من ايده، ودفاع قوي من ياسين رقم 89 ياسين بلو، لسه في نقص عددي. فيصل على الدايرة لياسر سيف ويسجل ويحرز ياسر سيف الهدف العاشر لصالح النادي الأهلي، واحنا داخلين على منتصف اهي في الإعادة اللي فيها كل الإفادة. أعزائي مشاهدي ومتابعي ومحبي عشاق النادي الأهلي في كل مكان وكرة اليد المصرية بصفة عامة، يسجل ياسر الهدف العاشر. كنت بقول لحضراتكم ان مستر ديفيد ديفيز بيعتمد على سياسه الروتيشن او التدوير بين اللاعبين، وفي هذه الاثناء بيخش رضوان برعوت برموت من الجناح ويحرز الهدف الخامس لصالح رجاء غدير. مهاب بقى اللي عايز يخش ويصوب، وادي بيرد عبد الرحمن فيصل بعد ما استلم تمريرة مهاب وصوب قذيفة جو اهو بعد الارتقاء، ارتطمت بباطن العارضة من اسفل ونزلت عملت بند في الارض قوية جدا، لكن ما عدتش وما عبرتش خط المرمى، فبالتالي الحكم يوسف بالخيري اشار اهو ان مفيش احتساب للهدف. بنلعب في الدقيقة 16 مشاهدينا الاعزاء، 10 الاهلي 5 رجاء اغادير. هيبتدي طبعا في الدقائق القادمه يبتدي يعمل التدوير والروتيشن مستر ديفيد ديفيد اللي بيعتمد عليه، وادي اشاره المشي بالكوره 4 خطوات، وكوره من مهاب لاسلام ومن اسلام لزيزو، يخش زيزو ويقف على كورته بدريبلايه، لقى الدفاع ما ضمش وقفل عليه، استغل ذكائه وسرعته ودخل من الجناح الشمال الوينج ليفت للنادي الاهلي وفتح لنفسه وحرك حارس المرمى وصوب الكوره في الزاويه الضيقه. اهو شايفين قدام حضراتكم طلع اسلام وطلع عبد الرحمن فيصل وطلع مهاب ونزل خليل ونزل خيري ونزل رمضان محسن رمضان، ولسه زي ما بنقول في جراب حاوي النادي الاهلي. ديفيد المدير الفني ياما في الجراب يحاوي من كروت وعناصر واوراق رابحه ترجح كفه النادي الاهلي على طول الخط ان شاء الله. وادي تصويبه وتصدي من عبد الرحمن طه، يطلع كورته الخيري على طول
لخليل، عمل التمويه وصلها لزيزو، ومن زيزو الى عادل اللي طلع ياسر سيف ونزل احمد عادل مكانه، وارتداد دفاعي لدفاعات النادي الاهلي يقطع كاستيلو لخيري لخليل لزيزو، ويوسع زيزو لنفسه ويحط الكوره على شمال اوالي رقم 99 حارس المرمى اهو، يحرز بيها الهدف في الشباك المغربيه 12 النادي الاهلي 6 رجاء اغادير المغربي. ونزل اهو، طلع زيزو عبد العزيز ايهاب، ونزل سيسا احمد هشام، كل لاعبي النادي الاهلي الغالبيه العظمى صغار السن مشاهدينا الاعزاء، يمكن احمد هشام مواليد 97، خيري مواليد 94، مصطفى خليل هو فقط اللي مواليد 92، محسن رمضان مواليد 98، يعني لاعبين صغار السن. ياسر سيف 98، وادي كوره على الدايره يستلمها 97 سعيد مالكي، وعمل كوره باك هاند وهو بيقع في الشباك الاهلاويه، هدف في لمحه جماليه، وتوصل الكوره من خيري لخليل لرمضانة، قذائف رمضانة المضمونه هنشوفها. وادي احمد عادل وتصويباته الخادعه، لانه لاعب بيلعب بايده الشمال اللي هي بيستلم الايد بتبقى بعيده عن الدفاع اللي بيدافع، مش متعود انه يدافع على لاعب اشول وبيلعب لاعب دايره، ويحرز احمد عادل الهدف ال13 في الشباك المغربيه شباك رجاء اغادير اعزائي المشاهدين. وهي استلام احمد عادل ايده البعيده عن الدفاع، فبيحط الكوره في الزاويه البعيده على شمال جمال اوالي، حاول جمال انه يعمل عليها متابعه لكن الكوره كانت تخطط خط المرمى وعنقت الشباك المغربيه. تاني كشريدي اللي غير مركزه وراح، وتصويبه بيصد طه ويعمل عليها متابعه 89 ياسين بلهو، ويحرز في الزاويه البعيده على شمال عبد الرحمن طه الهدف الثامن. يمكن لقاء الدور الاول مشاهدينا الاعزاء، لقاء الدور الاول الشوط الاول اللي في المجموعه، يعني لقاء في دور المجموعات اللي كان ما بين برضو النادي الاهلي ورجاء اغادير، الشوط الاول انتهى بتقدم النادي الاهلي 17-8 17-8 لصالح النادي الاهلي، ده كان نتيجة الشوط الأول. تاني خيري لرمضانة اللي تصويباته مضمونة، بيحط الكرة قذيفة جو أرض، بياخد ارتقاء من الباك رايت من أمام مركز اتنين الدفاعي كده، ويصوب على يمين جمال أوالي حارس المرمى الهدف ال14، أهي الإعادة اللي فيها كل الإفادة، ما بيشوفهاش جمال غير وهي في الشبكة، فنقول له هاتها من الشبكة يا أوالي. كشريدي اللي جه في نص الملعب على يمينه توبي، وعلى شماله خمسة مروان بخمسة، ويطلع رضوان برموت ويوصل الكرة على الدايرة، يطلع من الجناح ويستلم كورته ويوصل الكرة على الدايرة لمالكي سعيد، ويحرز سعيد الهدف التاسع. خيري على الدايره لاحمد عادل، وادي ذا روك بقى وحديث جانبي كده من على بنك الاحتياط النادي الاهلي ما بين ذا روك ابراهيم المصري والثعلب المكار محمد ابراهيم المدرب العام في الجهاز الفني للنادي الاهلي، وكان لاعب دائره الحقيقه، يعني من اللاعبين اللي بيستعملوا كل الدهاء والذكاء في تحركاتهم على الدايرة وفتح الثغرات، سواء كان لنفسه أو لزملائه من خط الخلفي للنادي الأهلي. محمد إبراهيم نجم النادي الأهلي السابق ومنتخبنا الوطني والمدرب الحالي في صفوف النادي الأهلي. تاني رجاء غدير، وادي محاولة اهي اقطع للكورة، وفعلا تتعمل عرضية سريعة، يطلع سيسا يعطل توبي
وهتبقى فيها اشاره لعب سلبي. وادي معالي السيد الوزير العمري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي بيحضر لي المقصوره الرئيسيه لمؤازره فريق النادي الاهلي. توبي ارتقاء وكوره على الدايره الملكي، بيحط البندايه والدريبلايه، محدش قرب منه من الدفاعات الاهلاويه، وبكل اريحيه استلم كورته، وقف لوحده تماما، عمل الدريبلايه لوحده وخد خطوه ارتقى لاعلى، بص للمرمى، سجل في الشباك الاهلاويه. خيري لرمضانة، تصويبه مضمونه، لا دفاعات قويه متينه من بوخمسه رقم خمسه من رجاء اغادير المغربي. وايه خيري لخليل لرمضان محسن، ويصوب محسن، يتصدى جمال اولي، وادي فيه ايقاف دقيقتين على مين؟ على سعيد ملكي تقريبا، لان اشارته واضحه ايه؟ ان كان فيها دفعه لمحسن رمضان وهو بيصوب وبيدي فاول صفاره وفاول رميه حره لصالح النادي الاهلي، وايقاف دقيقتين على مدافع رجاء اغادير المغربي. مين؟ هل هو توبي ولا سعيد ملكي؟ تقريبا هو سعيد ملكي رقم 97 السنتر فرود لاعب الدايره اللي احرز الهدف الماضي لصالح رجاء اغادير. خليل هنستغل تاني النقص العددي. خيري لمحسن رمضان، محسن تصويبات، محسن اهداف، محسن قذائف، محسن رمضان رمضانة يحرز الهدف بطريقه مضمونه زي ما قلت لحضراتكم. يستغل الناقص العددي والمساحات الواسعه ما بين واحد واثنين الدفاعيه في دفاعات رجاء اغادير، ومعاها الهدف ال 16. داخلين كده مشاهدينا الاعزاء على المنحنى والمنعطف الاخير في الشوط الاول، بنلعب في الدقيقه 25 من زمن واحداث الشوط الاول من المباراه. ونزل دلوقتي على الدايره انس لعوف رقم 94، لاعب يمكن يبان ان وزنه زايد لكن هو بيقدر يستفاد من الزياده في الوزن دي لصالحه، بان هو بيعمل الحجز لزمايله، وعند الاستلام ما بيقدرش الدفاع، ان هو اهو شايفين مثبت اثنين مدافعين تحت، والكوره يتصدى لها طه، وتبقى رميه مرمى من طه الخيري، سريعه من خيري، ويعمل الخداع ويمرر الكوره بتعاون ترن اوفر كده، كوره يقطعها او مش يقطعها ياسين بل هو لقى الكوره جايه له تمريره اسيست من احمد خيري في ايده، فقال له شكرا يا خيري، وراحت هجمه مغربيه لصالح رجاء اغادير. نزل توبي وخمسه مروان بخمسه في صناعه اللعب، وفي الجناح الشمال 89 ياسين بالهو اللي رجع تاني بعد ما قطع، وادي مروان بخمسه هيصوب، طه يتصدى، ويتابع تاني الهجوم المغربي عن طريق توبي، استلم تمريرة مروان وصوب ثباتة من تحت ايدين الدفاعات الاهلوية يسجل بيها الهدف ال 11 لصالح رجاء اغادير المغربي. 16 الاهلي 11 رجاء اغادير. مصطفى خليل بيغير هو كمان ويسجل ويصوب ويسدد قذيفة، استلم خطوة واحدة على الشمال، ارتقاء عال العال، وعلى يمين جمال اوالي الهدف ال 17. 17 الاهلي 11 رجاء اغادير. خلاص بنلعب في بدايه الدقيقه 28 مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. تاني بخمسه ل 92 كشريدي،
للتوبي، لكن كان فيها خطوه زياده ما احتسبش الهدف. اهو راح 1 2 3 وكان في قبليها خطوه، بقت 4 خطوات على كشريدي، على توبي عفوا، ويلعبها النادي الاهلي. خليل، خيري لرمضان، محسن لخيري لكاستيلو، يصوب كاستيلو في الزاويه الضيقه، لكن جمال اولي يتصدى للتصويبه وترتطم بالقائم ويتابعها الدفاعات المغربيه اللي على مهلها خالص. رايح رضوان برموت رقم 19، وادي كشريدي اللي جه، حسن اللي جه في الباك الشمال، الباك ليفت، الظهير الايسر، وجه في نص الملعب اسماعيل بن محمد رقم 15 اللي مع الكوره. تقطعات وتغيير في مراكز كده، الخط الخلفي بالتعاون مع لاعب الدايره اسماعيل مالكي اللي بيحجز وبيطلع عايز يستلم كورته، لكن ياسر سيف بكل ذكاء يقطع الكوره ويمررها تمريره سهله لسيسا اللي رايح انفراد بطريقه لذيذه، ياخد الدريبلايه والخطوات ويصوب على يمين اوالي اللي بيقول له لا تبالي بتصويبتي لان في الشباك هتكون كوره وهدف غالي للنادي الاهلي عشان يزود الاهداف وحصيله النادي الاهلي الى 18 الاهلي 11 رجاء اغادير، فارق 7 اهداف مشاهدينا الاعزاء. واحنا متبقي خلاص بنلعب في بدايه الدقيقه 30 من زمن واحداث الشوط الثاني، الشوط الاول عفوا اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. ورايح تاني الهجوم المغربي، تقع الكوره يلمها طه يلعبها الخيري برضو، وادي رمضان بقى بيتوغل ويتعمق. هي بس الساعه قدام حضراتكم التايم. رجع ل 18 دقيقة، يا ريت لو بيبو مخرجنا يجيب لنا اللوحة والساعة اللي في أرض الملعب، لكن دلوقتي هيبقى التايم اللي موجود عليها ده هيبقى التايم الوقت بتاع الوقت المستقطع والتايم أوت اللي بتبقى مدته دقيقة، فمش هتبقى، لأن اللي ظاهر قدام حضراتكم كده إن إحنا بنلعب في الدقيقة 19، وده طبعًا تايم مش يعني في حاجة مش مظبوطة. خلاص احنا زي ما كنت بقول لحضراتكم احنا بنلعب في المنحنى والمنعطف الاخير. انتهى الوقت المستقطع وادي التايم اهو. شكرا لفريق عمل قناه النادي الاهلي ولمخرجنا. بنلعب في الدقيقه 29 مشاهدينا ومتابعينا عبر قناة النادي الأهلي في كل مكان. انتهى الوقت المستقطع واستأنفنا اللقاء مع حضراتكم، وتبقي دقيقة ونص بنلعب في الدقيقة 29 من الشوط الأول. تاني مروان اللي في نص الملعب، توبي على يمينه وكشريدي على شماله والملكي على الدايرة، وتوصل لتوبي تصويبة توبي ويحرز على يمين عبد الرحمن طه. اهي الإعادة اللي فيها كل الإفادة، الهدف ال 12 لرجاء غدير. ادي خليل بقى تصويبة قوية قذيفة لا تصد ولا ترد، ما قدرش جمال أولي بالرغم ان حاطط ايده فيها، لكن تعانق الشباك المغربية عشان تقول له انا الاهلي الكان والحاضر. 19 الاهلي وقاطع الجناح على الستة متر، 19 رضوان برموت، ومعاها صافرة نهاية الشوط الاول 19 الاهلي 12 رجاء أغادير. أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان،
انتهى الشوط الاول وقدر رجال الاهلي ان هم يحسموا اللقاء لصالحهم 19-12. هنستأذن حضراتكم استراحه قصيره ما بين الشوطين ونعود الى الاستوديو والى الزميل هيثم السعيد وضيوفه الكرام كابتن ابراهيم السيد وكابتن ياسر صلاح، ونلقى حضراتكم مع انطلاق احداث الشوط الثاني. فيطير الميكروفون سريعا الى الزميل هيثم السعيد. سيداتي أنسات سادتي أعزائي مشاهدي قناتكم المفضلة وقناتنا المفضلة قناة النادي الأهلي في كل مكان، مرة أخرى عدنا مع حضراتكم لنقل أحداث الشوط الثاني من لقاء دور قبل النهائي اللي جمع ما بين النادي الأهلي ورجاء أغادير المغربي، اللي استطاع رجال ونسور النادي الأهلي أنه ينهي الشوط الأول لصالحهم بنتيجة 19-12. واستمعنا الى الزميل هيثم السعيد وضيوفه الكرام الكابتن ابراهيم السيد والكابتن ياسر صلاح ما بين شوطي اللقاء الى تحليلهم لهذا اللقاء. وفعلا ده اللي بناكده لحضراتكم، ان ادي اهو الروتيشن اللي بنتكلم عليه، محاوله اراحه اللاعبين، وادي شهاب عبد الله مع اولى هجمات النادي الاهلي في الشوط الثاني واولى تصويباته بقى واولى اهدافه في هذا اللقاء، اللي بيشارك دلوقتي اهو ارتقاء عالي وتصويبه على شمال اوالي ومعاها الهدف ال20 لصالح النادي الاهلي. يمكن قلنا برضو لحضراتكم في احداث الشوط الاول ان النادي الاهلي بادئ اللقاء بصوره قويه، بيدافع بطريقته المعتاده 6-0 دفاعيه، قافل تماما، يمكن كان عنده بس بعض الديفوهات كده اللي ابتدت تتعدل دلوقتي على لاعب الدايره زي ما سمعنا من ضيوف الاستوديو الكرام. يمكن في الكره دي اتضحت دلوقتي ان ياسر سيف استلم الفرود ومنع ان اللاعب خط الخلفي يمرر الى لاعب الدايره وقفل عليه زاويه التمرير. اولى تصويبات مروان بو خمسة على يمين احمد وليد حارس المرمى بقى اللي نزل دلوقتي يفيد ويقدم كل جديد مكان عبد الرحمن طه. وادي اسلام حسن مكان خيري وشهاب مكان خليل، وادي من مهاب لياسر سيف اللي استلم ودار صوب وشاط باقتدار ويسجل بابهار على شمال اوالي جمال، بالرغم من معاد دفاع كان دفاع قوي لصيق من الدفاعات المغربيه الا ان هو يحرز الهدف ال21. ال21 الاهلي، 13 مهاب. رجاء غدير. وتاني تصويبه اهي عن طريق 77 ايوب بركان بيحاول يصوب لكن يتصدى لها الدفاعات الاهلاويه وتروح لشهاب ومن شهاب لمهاب. تمريره قطريه بعرض الملعب لكن يهدى فريق النادي الاهلي على فرقته ويغير مركزه. اسلام حسن يروح في الباك ليفت ويجي شهاب في نص الملعب، شهاب عبد الله رقم 8 اهو اللي قدام حضراتكم، وعلى يمينه مهاب سعيد 48 اللي طبعا بيأدي النادي الاهلي لقاء بكل اريحيه. وادي تصويبه سريعه مباغته من اسلام حسن على شمال جمال اوغالي اوالي ارضيه يحرز بيها الهدف ال22. وحوار جانبي ما بين الكابتن العمري فاروق معالي وزير الرياضه السابق وكابتن محمد الغزاوي رئيس اللجنه العليا منظمة للبطولة، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، وأيضا يزيد السعدي
عضو الاتحاد الافريقي اللي بيتابعوا البطوله من المقصوره الرئيسيه. يقطع الدفاعات الاهلاويه الكوره وتوصل لشهاب، ومن شهاب لزيزو عبد العزيز ايهاب اللي هنا عمل حركه ولا اروع بذكاء شديد، لانه لو كان خد الارتقاء بالوضع التشريحي الطبيعي بتاعه وارتقى على قدمه الشمال كانت هتبقى خطوه زياده، فبالتالي عمل الجامب بتاعه على رجله اليمين، القدم العكسيه لقدمه اللي المفروض بيرتقي عليها، ويسجل في الشباك المغربيه الهدف ال 23 عشان يزود الفارق دلوقتي الى 10 اهداف، 23 الاهلي 13 رجاء اغادير المغربي. بخمسه لتوبي يحاول يمرر الكره على الدايره، ياسر سيف زي ما بقول لحضراتكم بيقفل على لاعب الدايره تماما وحاول يطلع يعمل متابعه للبلوك اللي عمله والقطع الكره، لكن لمها الهجوم المغربي ومعاها صفاره وفاول ورميه حره لصالح رجاء اغادير المغربي. الملعب واقف وبيطلب عمال الصاله مسؤولين عن ارضيه الملعب عشان يمسحوا الارضيه نتيجه العرق اللي بينزل من اللاعبين في حاله سقوطهم على الارض عشان ما يحصلش اي انزلاق او تزحلق كده لاي حد من اللاعبين فتحصل لهم اي اصابات، اللي بنتمناها ان شاء الله لكل اللاعبين في ارض الملعب سواء كانوا لاعبي النادي الاهلي او رجاء اغادير ان هم يستكملوا اللقاء بسلامه ان شاء الله، وخصوصا لاعبي الاهلي عشان بتقابلهم بكره موقعه زي ما قلنا. وادي الكوره تاني على الدايره بتنزل للملكي، لكن كان دايس على الخط وكان جوه اهو، استلم الكوره من جوه الستة متر لكن كان فيها صفاره وفاول، وعلى طول بيرد الهجوم الاهلاوي اثناء الاعاده اللي تابعنا فيها الفاول على سعيد ملكي ويحرز بيها النادي الاهلي الهدف ال 24. اهي الاعاده اللي فيها كل الافاده عن طريق مين بقى؟ عن طريق عمر سامي اللي بيخش مكان كاستيلو عمر خالد ويحرز عمر سامي الهدف ال 24 في الشباك المغربيه. توبي لبو خمسه ال 92 الكشريدي الباك ليفت اهو اللي معاه الكوره قدام حضراتكم، وعلى الدايره سعيد الملكي تغيير في المراكز كده وبيطلب خروج الجناح 89 ياسين بالهو، وتوصل الكوره لتوبي يصوب توبي على يمين احمد وليد هدف في الشباك الاهلاويه الهدف ال 14. اسلام حسن لشهاب ومنه لمهاب بيسيب الكوره لياسر سيف لكن تقع من ياسر ويلمها الدفاع المغربي وتوصل الى 19 رضوان برموت، يروح انفراد فاست بريك ويلعب وهو في الهواء كده شايفين حضراتكم يعمل خداع لوليد واحمد ويحط الكوره على القدم الثابته لاحمد وليد في الهدف للفريق المغربي رجاء اغادير الهدف رقم 15. اسلام حسن شهاب عبد الله وادي عمر سامي بيقطع وبينزل على الدايره واسلام لشهاب لمهاب في الباك رايت، لشهاب هيعمل الخداع ويروح ويفوت ويصوب ويشوط لكن يتصدى اوالي ويلمها زيزو ويعمل متابعه على الكوره ويمرر لياسر السيف اللي يقف على كورته ويهدى واسلام يهدي ملعبه وينزل مهاب على الدايره وقلبها الاهلي لاربعه اتنين. حاول يستلم مهاب من شهاب على الدايره لكن تقع من مهاب وما استلمش التمريره وتروح لجمال اوالي حارس مرمى رجاء اغادير وتبقى رميه مرمى لصالح رجاء اغادير وتوصل للجناح ياسين بالهو 89 اللي استلم واستغل ان اسلام ما كانش مركز معاه، استلم التمريره ووسع لنفسه وصوب في الزاويه البعيده يحرز بيها الهدف ال 16. 24 الاهلي اعزائي متابعي ومحبي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، واحنا بنلعب في الدقيقه 8 بيسجل اسلام حسن اهو اللي استلم التمريره وبص وشاف وصوب وسجل، وادي جمال اوالي بيعترض وبيطلب من حكم الملعب حكم المرمى
ان هو كان اسلام قاطع من جوه، لكن لا جمال اسلام كان بره الستة متر وقدمه ما تلمستش مع خط الستة متر تماما. 25 الاهلي 16 رجاء غدير. نظرات التركيز والترقب والتفكير اكيد في لقاء الغد من مستر ديفيد ديفيد المدير الفني للنادي الاهلي. وادي بخمسه هيمرر لمين؟ ل 19 رضوان بر ال 92 عفوا حسن الكشريدي. وادي 19 بقى بخمسه رضوان برموت وصفاره ورميه جزائيه ولا فاول اهي كان فيها دفاع قوي على رضوان برموت وفي ايقاف دقيقتين رميه حره هنشوف هل هي فيها ايقاف دقيقتين. فعلا فيها ايقاف لان هم مدافعين الاهلي خمس لاعبين يمكن ياسر سيف اللي حصل على الايقاف الدقيقتين. هنشوف بقى رجاء غدير هيواجه النقص العددي ده ازاي. وادي اهو بيواجهه عن طريق سعيد ملكي لاعب الدايره اللي بيعتمدوا عليه زي ما ضيوفنا الاعزاء في الاستوديو التحليلي افادوا ان هو بيتم الاعتماد عليه. وبعدل اهو رجاء غدير طريقته الدفاعيه الى 5-1 بخروج سعيد ملكي بيلعب دفاع 5-1 على الخط الخلفي للنادي الاهلي. شهاب عبد الله لاسلام حسن ويعدي اسلام ويفوت ويصوب ويشوط ويسجل الهدف ال 26 اهو الاعاده اللي فيها كل الافاده ويعدي من سعيد ملكي ويصوب من تحت ايدين المدافع الثاني اللي قبله ويسجل الهدف ال 26 في الشباك المغربيه. نلعب في الدقيقه 10 مشاهدينا الاعزاء. حقيقه يعني تاني تصويبه اهي لكن يتصدى لها احمد وليد ويعمل متابعه عليها الهجوم المغربي وياخد كورته وبيطلب اهو 92 حسن الكشريدي من سعيد ملكي ان هو يروح في الجهه الاخرى عشان يصوب على طول. تصويبه قويه من بين اقدام احمد وليد ما شافهاش لان كانت دفاعات الاهلاويه قدامه تعانق كره سريعه تعانق الشباك الاهلاويه ومعاها الهدف ال 18. قل الفارق دلوقتي الى 8 اهداف بعد ما كنا وصلنا الى 10 اهداف فارق لصالح النادي الاهلي. شهاب عبد الله يرتقي ويعدي ويعمل مروحه سريعه وقويه فنت المروحه اللي بيلف دراعه كده حضراتكم مشاهدينا اهو ويعدي برجله اليمين ويحط الشمال وهو بيلف دراعه ويحرز على الشمال جمال اوالي الهدف ال 27. جه توبي في نص الملعب وراح حسن الكشريدي على يمينه في الباك رايت وجه مروان بخمسه على شماله ورجع توبي تاني زي ما بقول لحضراتكم بيعتمدوا على تغيير المراكز للخط الخلفي لرجاء غدير. وادي توبي والارتقاء والتصويب احمد وليد حاول يتصدى لكن ما قدرش يسيطر على الكوره وتاخد ايده وتخش في الشباك الاهلاويه الهدف لصالح رجاء غدير الهدف ال 19 وبيرد النادي الاهلي بهجمه سريعه لكن كان فيها فاول عكسي على الهجوم الاهلاوي. تاني مروان في الباك ليفت ونزل 97 سعيد ملكي اهو على الدايره قدام حضراتكم وكمل النادي الاهلي دلوقتي بعد ما انتهى ايقاف الدقيقتين. ياسر سيف طبعا يمكن انتوا حضراتكم بقيتوا حافظين كل نجوم النادي الاهلي. وادي تصويبه اهي من الثبات كده بالحركه ثباته بدون ارتقاء يعني بيصوبها على شمال احمد وليد الهدف ال 20. حضراتكم يعني بقيتوا حافظين فريقنا وفريق النادي الاهلي ونجومه ونسوره اللي بتحلق دائما عاليا
حتى الوصول إلى أعلى المراكز ومنصات التتويج. بيرد إسلام حسن باختراق وتوغل وتصويبة، لكن المرة دي القائم الشمال لجمال أوالي حارس المرمى بيتصدى بدلا منه عن تصويبة إسلام ويمنعها من الوصول للشباك المغربية. بقيتوا حافظين، ويمكن حضراتكم قلت ان انتم ملاحظين ان مستر ديفيد ديفيز بيريح تماما بعض العناصر ما اشتركتش في هذا اللقاء، وعلى وجه الخصوص ابراهيم المصري ذا روك او الصخرة الدفاعية في دفاعات النادي الاهلي، لان بكرة طبعا عنده لقاء قوي جدا ان شاء الله بعد نهاية هذا اللقاء ووصول النادي الاهلي الى المباراة النهائية. وادي في صفارة اهو متابعة من سيسا يعني، واستغراب كده لقرار الحكم بحصول رجاء غدير على الرمية الجزائية، لان ما كانش فيها لا محاولة تصويب ولا حاجة. وادي الرمية الجزائية، هيصوب مين؟ حسن الكشريدي يتصدى احمد وليد ويصوب ويعمل تاني متابعة كشريدي، لكن وليد قافل عليه المرمى ويجبره ان هو يطلعها بره الثلاث خشبات. شهاب يستلم، شهاب ويعدي ويصوب ويسجل في الشباك المغربية الهدف 28 لصالح النادي الأهلي. داخلين على منتصف الشوط الثاني من هذا اللقاء مشاهدينا الأعزاء، لقاء الدور قبل النهائي في بطولة كأس الأندية أبطال الكؤوس الأفريقية لكرة اليد رقم 39. تاني توبي هيحاول يعدي ولا هيمرر للملكي، لكن قافلين عليه تماما وقافلين على الملكي دلوقتي. واضح ان كانت دي تعليمات المدير الفني ديفيد ديفيد في بين الشوطين، وفعلا اجبره الخط الخلفي ان هو يعمل خطوة زيادة اربع خطوات. وادي شهاب لإسلام حسن ومنه لمهاب وصفارة وفاول نتيجة دفاع سعيد ملكي على إسلام حسن. هيطلع إسلام حسن، هينزل خيري ولا مين؟ فعلا نزل أحمد خيري على شماله شهاب، ونزل رمضان بقى دلوقتي محسن رمضان. شهاب وتصويبة بقى لكن بره الثلاث خشبات بعيدة عن المرمى تماما من شهاب، يجيبها أوالي وعلى مهله جمال حارس مرمى رجاء أغادير، ويلعب الرمية رمية المرمى لسعيد مالكي، ويطلع ياسر سيف وينزل مصطفى خليل. سعيد مالكي لتوبي لرضوان برموت واسماعيل بن محمد في نص الملعب صانع لعبه، على شماله مروان بخمسة، وهو تقاطع ما بين اسماعيل بن محمد ومروان ويرجع تاني مكانه بالتعاون مع سعيد مالكي لاعب الدايره محاوله فتح الثغرات. شفتوا حضراتكم لما ابتدينا نقفل على لاعب الدايره ابتدى الخط الخلفي يرتكب الاخطاء. وادي اهي نفس الكوره عايزين يوصلوها لسعيد مالكي لكن تقع، يلمها الدفاع توصل ليه احمد وليد يطلعها فاست بريك سريع لسيسا اللي يسجل احمد هشام هدف تمام التمام. اهو احمد هشام وباصص ولاعب مع حارس المرمى وهو في الهواء ويسجل على يمين جمال اوالي الهدف 29 في الشباك المغربية شباك رجاء اغادير. اسماعيل بن محمد، مروان على مهله خالص، وادي حوار كده بالنظرات ما بين مروان وسعيد مالكي. زي ما بقول لحضراتكم لما ابتدينا نقفل على لاعب الدايره ابتدوا هم يرتكبوا الاخطاء ويمنعوا. وادي كوره شهاب حاول يعمل متابعه على الكوره شهاب عبد الله ويمنعها من الوصول لسعيد مالكي، ايه كادت ان هي تعانق الشباك الاهلاويه ويبقى هدف ذاتي، لكن لحسن حظه ان هي طلعت بره الثلاث خشبات وتبقى رميه جانب لصالح رجاء اغادير. اسماعيل بن محمد للتوبي برضو على الدايرة حاول يمرر الكورة يقطعها الدفاع الأهلاوي من وليد إلى سيسا يحرز الهدف 30 أهو
قدام حضراتكم، خد المدافع في ظهره ووسع لنفسه وبعد ايده الحمله للكره والمصوبه ويسجل الهدف في الشباك المغربيه. 30 الاهلي 20 رجاء غدير. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، نزل برضو دلوقتي ايوب بركان 77 اهو اللي جه قدام حضراتكم بيلعب في الباك رايت الظهير الايمن، ويحصل تغيير في المراكز وتقاطعات ما بينه وما بين سعيد مالكي لاعب الدايره وايضا اسماعيل بن محمد اللي هيروح لمروان ويرتقي مروان، حاول يصوب لكن على مين على مين على مين على مين؟ ده احنا معلمين فعلا. عبد الرحمن فيصل بيعمل حائط صد بلوك ولا اروع، بيتصدى لتصويبه اسماعيل بن محمد وترتد الكره الى الهجوم المغربي، وعمل تمريره عرضيه كده قطريه الى الجناح الشمال تطلع بره الملعب رميه مرمى، يلعبها احمد وليد لخيري ومن خيري لشهاب اللي لا يهاب، لكن كان فيه قطع من داخل الستة متر على لاعب الدايره ولا مين من الهجوم الاهلاوي وحسبها فاول وتبقى رميه مرمى لصالح رجاء اغادير. يعني زي ما كنت بقول لحضراتكم بين الشوطين ان شاء الله يعني ينهي النادي الاهلي هذا اللقاء لصالحه ويتاهل الى المباراه النهائيه اللي نتمنى يعني من جمهور النادي الاهلي وعشاقه في كل مكان ان احنا الصاله تمتلئ بكره ان شاء الله في اللقاء النهائي عن اخرها من جمهور النادي الاهلي اللي هو فعلا جمهوره ده حماه اللي متعودين منه ان هو بيتابع كل فرق النادي الاهلي في كل مكان، وخصوصا بقى واللقاء مقام على ارض النادي الاهلي. وادي تاني خداع من 66 اشرف العديشي وتصدي وتالق من احمد وليد وتصدي للتصويبه وبيلعبها على طول لمصطفى خليل وعلى مهله فريق النادي الاهلي، وبيطلب خليل كده من طاقم التحكيم تغيير الكوره او اعاده وضع اللزق اللي بيستعمله لعيب كره اليد في اللقاء عشان ما يحصلش الكوره ما تفلتش او تتزحلق من ايديهم نتيجه العرق اللي بيجي على الكوره نتيجه اصطدامها بجسم احمد وليد، وطبعا العرق بيحصل مع اللزق بيعمل زي الكوره تتزحلق كده او تفلت فيبقى ايه. وادي رمضان لخليل، وهل خليل بعد التعديل هيأدي وهيفوت ويشوط؟ ده اللي هنشوفه. ادي سعيد مالكي ودفاع قوي ما بينه وما بين اشرف العديشي، وخليل ما زال مصمم، وادي اشاره اللعب السلبي وبيطلب محسن رمضان من سيسا ان هو يقطع على الدايره ويصوب رمضان، لكن يصد جمال قوالي وياخدها الهجوم المغربي ل العديشي، وتوصل الكرة إلى رقم 5 مروان بخمسة يخش ويصوب، لكن أحمد وليد يتألق ويتصدى ويمنع كرة من الوصول للشباك. وتاني تمريرة من شهاب لخليل تقع من إيد خليل وتيجي في رجله وتبقى فاول ترن أوفر عكسي على هجوم النادي الأهلي، ويقف سعيد الملكي على كورته ويهدى مروان لاسماعيل بن محمد لاشرف لمروان تاني وتصويبه بره الثلاث خشبات خالص تبقى رميه مرمى لصالح النادي الاهلي. احمد وليد لخليل يلعبها على طول الى مين؟ الى عمر سامي يخش نجمات وناشئات وسندريلات بقى وفراشات النادي الاهلي اللي بتتآزر فرقتها، ويمكن بيردوا عليا على طول بيقولوا ان احنا موجودين نستمتع ونتعلم من نجوم النادي الاهلي ونجوم مصر في هذا اللقاء، لكن احنا
برضو باكد وازيد، وادي النتيجه والتايم قدام حضراتكم 31-20 لصالح الاهلي، وبنلعب فيه الدقيقه 22. باكد تاني زي ما كنت بقول لحضراتكم على المطلوب الجمهور الاهلاوي، جمهور القلعه الحمراء، انه يبقى موجود في لقاء الغد ان شاء الله. وادي خيري والاختراق وحاول يعمل كوره كده سبيد ذا ريست يخدع بيها جمال اوالي، لكن اوالي كان صاحلها ولعب الهجمه توصل لاسماعيل بن محمد ومنه الى اشرف العديشي الباك رايت رقم 66 لاسماعيل، وينزل 8 دلوقتي انس بن هاني في صانع الالعاب عشان يبقى بلاي ميكر والعقل المفكر لرجاء غدير المغربي، انس لاشرف لاسماعيل على شماله، ويطلع 89 ياسين من الجناح وينزل تاني مكانه، وتوصل الكوره لاسماعيل محمد في الباك ليفت ويصوب يتصدى، حائط الصد قافل عليه تمام المرمى، وتبقى رميه مرمى لصالح احمد وليد يلعبها سريعه لشهاب اللي يرتقي شهاب ويطلق قذيفه دانه كالشهاب، شهاب يطلق شهاب من ايده اليمين، يعني الحقيقه زي الشهاب اللي بيجي من السماء كده، تعانق الشباك المغربيه الهدف ل 32 عشان يزيد الفارق الى 12 هدف. اعزائي المشاهدين مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، 32 الاهلي 20 رجاء اغادير، واحنا بنلعب في الدقيقه 24 من زمن واحداث الشوط الثاني والمباراه. وادي تايم اوت، وقت مستقطع بيطلبه الجهاز الفني لرجاء اغادير، كابتن مصطفى مزار وهشام خفافي ونور الدين خزانزني وولي فاضل الجهاز الفني لرجاء اغادير. وادي ديفيد ديفيز، يعني يمكن ما قالش لعيبته حاجه، هو ساب رجاء اغادير يدي توجيهات وتعليمات لفرقته، وفرقته في هذه الدقيقه تاخد نفسها شويه وتحصل على بعض الراحه في هذا اللقاء عشان استعدادا بقى زي ما قلت لحضراتكم للقاء اليوم، للقاء الغد، اللقاء النهائي اللي ان شاء الله يتاهل عليه النادي الاهلي بعد نهايه صافره نهايه طاقم التحكيم الجزائري لهذا اللقاء، ويتأهل إلى المباراة النهائية. صافرة نهاية الوقت المستقطع التايم أوت اللي طلبه الجهاز الفني لرجاء أغادير، وأدي ديفيد ديفيد ونظرات زي ما قلت لحضراتكم الترقب كده والهدوء الذي يسبق العاصفة اللي هتبقى موجودة بكرة إن شاء الله وهو على الخطوط في لقاء الغد بعد تأهل للنهائي ان شاء الله، اللي يهمه طبعا انه يخرج من هذا اللقاء طبعا نمره واحد فائز في المقام الاول، نمره اثنين ما تحصلش اي اصابه لاي لاعب من لاعبي والاوراق النادي الاهلي اللي كلها مهمه وكلها مؤثره في قوام النادي الاهلي. استأنفنا اللقاء مع حضراتكم، وادي تمريره كده من بين رجليه بيحاول يعملها رقم 8 انس بن هاني، وتوصل الكوره لخيري اللي يروح خيري ويسجل في شباك حارس المرمى رقم 22 حمزه بازي، اقول له نزل مكان جمال اوالي، ويسجل خيري الهدف 33، زاد الفارق الى 13 هدف، 33 الاهلي 20 رجاء غدير، وداخلين خلاص على المنحنى والمنعطف الاخير من زمن واحداث الشوط الثاني والمباراه، بنلعب في اخر خمس دقائق، 33 الاهلي 20 رجاء غدير، بنلعب في الدقيقه 26 اعزائي المشاهدين. اسماعيل بن محمد لاشرف لرقم رضوان برمود رقم 19، صوب لكن بره الثلاث خشبات، يلعبها على طول احمد وليد، توصل لشهاب يصوب شهاب لكن يتصدى حمزه بازي حارس المرمى، وتطلع رميه جانب يلعبها النادي الاهلي على مهله. خيري بيطلب من فرقته اهو انه هيعمل خداع معين، وادي ما بين
محسن رمضان واحمد عادل اللي نزل مكان ياسر السيف، استلم تمريره رمضان بعد ما عمل خداع وفنك جميل يمين شمال كده، بعت وبعد المدافع عنه ومرر الكوره لاحمد عادل. الرميه الجزائيه يتصدى لها عمر سامي ويصوبها تصويبه سريعه ومعاها الهدف ال 34 في الشباك المغربيه، شباك رجاء اغادير المغربي. اعزائي المشاهدين، تاني انس بن هاني، اسماعيل بن محمد، اشرف في الباك رايت، دريبلايه وارتقاء وتصويبه، حائط صد من عبد الرحمن فيصل ومتابعه ودفاع من مصطفى خليل وصفاره من سيدي علي حميدي ويوسف بالخيري طاقم التحكيم الجزائري. اسماعيل محمد لعب الفاول واتلعبت، حاول يمررها لاشرف العديشي الباك رايت، وادي اهو توجيهات من الجهاز الفني من خارج الخطوط للفريق المغربي وبيطلب منه ان هو يهدى على هجمته ويهدى بالكوره. انس لاشرف وتصويبه وحائط صد من عبد الرحمن فيصل اللي منذ نزل في مركز ثلاثه هو ومصطفى خليل عامل اكتر من بلوك وحائط صد مانع التصويبات الخط الخلفي من الوصول للشباك الاهلاويه. تاني اسماعيل بن محمد لانس بن هاني، اشرف لعديشي يصوب كوره ثبتة من بين الدفاعات تعانق الشباك الأهلوية ومعها الهدف 21 أعزائي المشاهدين. 34 الأهلي، 21 رجاء غدير، بنلعب في الدقيقة 28 مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. خيري وقطع له عمر سامي لكن محدش مرر له، وشهاب يخش ويصوب يتصدى حارس المرمى، وسيسة بالطريقة اللذيذة المفيدة اهو شايفين حضراتكم سبين ريست، لف ريست ايده بالكورة بعد ما وسع لنفسه والكورة تخش الشباك وهي بتعمل سبين ريست كده، بتلف سكرو كده وتروح في الزاوية البعيدة، كورة شبيهة بالار 2 كده في كرة القدم، يحرز بيها سيسة الهدف 35 أحمد هشام في الشباك المغربية. دقيقة 29 أشرف العديشي نزل كورة على الدايرة لسعيد ملكي، يحرز منها سعيد الهدف، هي الإعادة، استلم كورته لف ودار سجل باقتدار الهدف 22. عدل بقى رجاء غدير طريقته إلى 3-2-1 مفتوحة وبترجع تاني يقفلها ل6-0، وعلى الدايرة لأحمد عادل تقع منه يلمها سعيد مالكي توصل لمين؟ توصل ل77 أيوب بركان، حاول يروح لكن الدفاعات الأهلوية والارتداد الدفاعي من خيري كان سريع وعطل الهجمة وبقت صفارة وفاول ورمية حرة لصالح رجاء أغادير اللي بيخش دلوقتي ياسين بالو يحرز الهدف اهو، يوسع لنفسه وبيرد بنفس طريقة سيسة يحرز الهدف 23 في اخر الهجمات المغربية واحنا بنلعب في الدقيقة 30 متبقى 20 ثانية مشاهدينا الكرام على زمن واحداث الشوط الثاني من هذا اللقاء. ومحسن رمضان بيصوب تصويبة قوية عايز يختم قبل اللقاء ما ينتهي ويسجل الهدف 36 اهي في الاعاده من مخرجنا بيبو اللي فيها كل الافاده، يحرز ويسجل الهدف 36 النادي الاهلي مقابل 23 رجاء اغادير المغربي. مبروك للنادي الاهلي فوزه ووصوله الى المباراه النهائيه لمواجهه غريمه التقليدي نادي الزمالك، وان شاء الله بالتوفيق لرجال القلعه الحمراء في المباراة النهائية. وشكرا لحضراتكم مشاهدينا الكرام على متابعتكم معنا لأحداث هذا اللقاء من صالة الأمير عبد الله الفيصل. شكرا كل المتابعين والمسؤولين في النادي الأهلي على نقل البطولة
ومباريات النادي الأهلي عبر قناتكم المفضلة قناة النادي الأهلي. وشكرا لحضراتكم على متابعتكم معنا. ويطير الميكروفون سريعا إلى الزميل هيثم السعيد وضيوفه الكرام، فإليه الميكروفون أعزائي المشاهدين.